في لقاء جمع عبد الباري عطوان مع أسامة بن لادن، عملوا معاه لقاء وذكر هذا الكلام عبد الباري عطوان: التقينا زعيم القاعدة في كهوف تورا بورا في 96، أكد لنا أن السلطات السعودية أرسلت عدة وفود تضم والدته وزوجها ومجموعة من رجال الأعمال السعوديين حاملين عروضا بالعفو من السلطات السعودية تتضمن شقين: الأول أن يتم فك تجميد حوالي 200 مليون دولار كانت رصيده في حسابه الشخصي ومضاعفاتها بمجرد عودته إلى المملكة، والثاني أن يصدر عفوا عنه من العاهل السعودي شريطة أن يقول للصحفيين أن الشريعة الإسلامية تطبق على وجه الأكمل في المملكة العربية السعودية. الشيخ بن لادن أكد لنا أنه رفض العرضين. حدث هذا الكلام؟ أنا ما كان لي دخل بهذا الأمر، فربما حصل.